ازيك يا شفي؟ ازيك يا باشا؟ قول لي يا سيدي بقى، اخبار اللحم المقلقل ايه؟ موجود يا عادل بيه. ماشي، هات لنا يا سيدي منه، وعايزين كمان كنت هنسى، هات لنا حنيز. الحنيز اللي حضرتك بتحبه يا عادل بيه؟ ايوه يا سيدي، ايوه اللي انا بحبه. موجود يا عادل بيه. طيب هات لنا بقى شويه مجلجل على شويه حنيز وشويه رز كده وشهيصنا. تمام شفعي، مش كده؟ ما تنساش الصلاه. امين. معقوله انت على الجو بسرعه؟ انت عارف يا عادل، دي اول مره اقابل حد في مصر بياكل لحمه مجلجل وحنيز. وانا كمان اول مره اخد بالي، يعني او افتكر ان انت ممكن تكوني بتاكلي الاكل ده برضه. يظهر فعلا ان في بيننا حاجات كتير مشتركه. ايوه يا عادل بيه. ايوه يا سيدي. اتفضل. شكرا. امرني بحاجه ثانيه يا عادل بيه. خلاص شكرا يا شيف. شكرا. اوكي. رهيب. ممكن تديني حنيزايه بقى؟ عايزه حنيزايه؟ مني انا؟ طبعا. حنيزايه ديك، حنيزايه مزايا واحده. افتكرت، معلش خديها انت، اصل افتكرت في مهم قوي لازم اعملها. طيب سوري. مش مهم التليفون دلوقتي، هاكل بايدي يعني، مفيش مشكله. ايش حياتك؟ بس غريبه قوي برضو ان انت يعني بتاكلي كل الكميات دي وما تتخنيش. لا اصل انا فظيعه، عندي هسس، اول ما بحس ان وزني ابتدى يزيد بلحق نفسي على طول. عشان كده اصل انا بتخن بالريحه. اكلتي ضعيفه بس واضح انها غدد حاجه. بس انا عندي حاجه مختلفه عنك شويه. ايه؟ اسمها اراده. سمعت عنها قبل كده؟ لا الحقيقه. دي زي اراده اعمال او كده؟ ايه؟ ايه؟ هزار كده وهزار. قلشت منك شويه دي عادي. واضح ان قريبك دمه اخف مني. قريبي مين؟ مجدي. مجدي بيموتني بالضحك، انت مش فاهم مجدي بيعمل فيا ايه؟ حتى في الشاتنج ضحك 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 طول الوقت. في الشاتنج برضه؟ دمه خفيف قوي والله بجد. مجدي دمه خفيف؟ مجدي دمه لطيف؟ مجدي مش عارف زفت ايه؟ مش كفايه انها بتاكل حنيز ومستحملها؟ يا حرام. شفتي يا جماعه ايه الحل؟ ازاي واحده تكره واحد هي معجبه بيه؟ دي ما شافتوش ولا مره، وانا شافتني كذا مره، مفيش مره كلمه حلوه. ما تردوا. ما ترد يا ام العريف. بص، هما حالتين، ان انت تبقى احسن منه وان انت تصدمها فيه، ولا ايه؟ مظبوط. مجدي انا زعلانه منك قوي، ما كنتش اتخيل انك تعاملني المعامله دي. المعامله الصعبه. المعامله الصعبه؟ يعني من العمله الصعبه وكده، دي واضحه جدا. ايه النفخ ده؟ ده اساس انها بالونه. لا 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 كده اوفر قوي. انت شارب حاجه يا مجدي؟ شارب ولحية. على فكره الهزار ده رخم وغلس كمان. طب بقول لك ايه يا دينا، بما انه يعني هزار رخم وغلس وكده، انا حاسس ان انت من ساعه ما جيتي وانت فاضيه، وشايف برضو ان عادل فاضي، ما تقعدوا تكلموا بعض بما ان انتوا الاثنين فاضيين. دينا معلش، انا بجد مشغول ومش فاضي قوي يعني للتفاهه دي خالص، معلش اعذريني. طب باي باي بقى لحسن. بصي مشغول مشغول مشغول. باي باي دينا. باي باي. الو. يا دينا. ايوه يا عادل، من فضلك قول لابن عمك ان انا مش عايز اعرفه تاني. ليه خير؟ حصل ايه؟ ليه؟ انا مش مصدقه نفسي، ده كانه بني ادم تاني. طيب اهدي شويه، اهدي شويه، انا هكلمه لك. حاضر. خلاص انا هسامحه المره دي عشان خاطرك انت بس. معلش يا دينا، اصل هو كوكايين بيطلب قله ادب. الايه؟ كوكايين؟ انت عرفت منين؟ إيه؟ مش انت لسه بتقول؟ ده انا اللي قلت دلوقتي. دينا ارجوكي اوعي تقولي له. الحسن ده عصبي جدا عشان خاطري. ها، ولا اقول لك؟ قولي له على فكره انا ما بخافش، قولي له يستاهل. هنعمل ايه؟ لا تقول لي ولا اقول له. انا اصلا مش عايز اعرفه تاني. اقفل اقفل دلوقتي، مش قادر اخد نفسي. الكوكايين، ايه الحظ ده؟ الطموح، كل بنت نفسها تحس ان اللي بتحبه عنده مستقبل، انسان بيفكر لبكره، بيحاول يطور نفسه عشان يوصل لحاجه. خش. اتفضل يا فندم. شكرا شكرا.
اهدى 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 حمادة السفروت، ازيك يا حمادة؟ تعالى. مجدي متكوي، ايه الحلاوة دي؟ مالك يا تخنت كده وبقيت شبه دونجل بتاع مجلة ميكي؟ وانت والله شكلك برضو ما تغيرش خالص حمادة من ايام المدرسة. يخرب بيت عقلك. اسكت، ده انا محضر لك مفاجأة. بص حمادة، كنت بقلب من كام يوم في الصور كده، لقيت الصور بتاعتنا بتاعت المدرسة. بص، فاكر ده كان في عيد ميلادك لما مامتك كانت ملبسك فستان وحاطه لك روج وحسنة في خدك؟ كفاية. ايه؟ عايز ايه يا مجدي؟ خلي بالك انا مشغول جدا، ها؟ انجز عشان ورايا ميتنجز كتير قوي النهارده. ميتنجز؟ يا ده حمادة، ايه؟ انت هتتكبر على اصحابك بتوع زمان ولا ايه؟ اصحابي بتوع زمان؟ ده انتوا كلكم عقدتوني وانا صغير. فاكر لما كنت انا ضعيف وانتوا بقويا كنتوا بتهروني ضرب، كنتوا مسميني حمادة السفروت. لكن شوف دلوقتي، شوف ربنا، شوف ربنا عمل لي ايه؟ شوف انت جسمك عامل ازاي؟ وانا جسمي عامل ازاي؟ بص يالا، بص، اوعى، بص، بص، تراي، بص يالا، بص دي، بص الناحية التانية، بص، بص.